هذا وأناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء معالي الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية لحضور الاحتفال الذي أقامه السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة الصديقة لدى مملكة البحرين بمقر السفارة البريطانية بالمنامة بمناسبة ذكرى عيد ميلاد جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية. ونقل الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة تحياتي وتهاني سمو رئيس الوزراء إلى جلالة الملكة إليزابيث الثانية بذكرى عيد ميلادها وتمنيات سموه لجلالتها بموفور الصحة والعافية ولشعب المملكة المتحدة الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. وأعرب عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها من روابط صداقة تاريخية عميقة مع المملكة المتحدة وما تشهده علاقات البلدين الصديقين من تطور مستمر في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. من ناحيته أعرب سفير المملكة المتحدة عن خالص شكره لسمو رئيس الوزراء على دعم واهتمام سموه لتطوير علاقات الشراكة القائمة بين المملكتين مشيدا بما تتميز به علاقاتهما من تفاهم وقيم مشتركة وحرص متنام من قبل الجانبين على تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.